السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير ان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم على خير وبخير. كي دايرين مع شي برد، مع شي شتيوه؟ ايوا الحمد لله. كي دايرين مع الوقت؟ ايوا الحمد لله. مرحبا بكم المشاهدين القناه، المتتبعين القناه. لا فيديو جديد اليوم ان شاء الله. غادي نشارك معكم المقرونيه بليزيبيناغ، كتجربه اعاف المذاق وصحيه اقتصادية، ما فيهاش مكونات كثيرة، كتجي رائعة. غنبدأ على بركة الله. دابا يا درت كل شيء، قطعت شوية البصلة، شوية ديال الزيبيناغ، شوية ديال التومة حكيتها، درتهم مع العطرية، شوية الخرقوم، شوية سكنجبير، شوية الملح، شوية الزعتر مطحون، شوية البزار، شويه زيت الزيتون، شويه زيت الروميه، درتهم حتى تشحروا مزيان مع فلفله حاره. وبعد ما تشحروا مزيان كنضيف الماء. القياس فاش غادي يطيب لي المقارونيه. دابا غادي نغطي عليه حتى يطيب هذا الماء، حتى يغلي مزيان. ودغيا دغيا كتوجد البنات، لي زيبيناغ ما كياخذش الوقت كثير والبصله قليله، دغيا كتوجد. وضفت مطيشه الحك اللي وجدت ديال الدار، كتجي معها رائعه. فايت اللي شاركتها معكم في الفيديو السابق، كتجي مع المقرونية كتجي لذيذة. وبعد ما غلى هاد الماء مزيان، دابا كنضيف مقرونية شوية بشوية، وغادي نخليها حتى كطيب. وبعد ما كطيب كنقدموها بالصحه والراحه، كتجي رائعه في المذاق وكتوجد دغيا كما قلت لكم. كنتمنى البنات انكم استفدتوا معايا وجربوا هذا الطبق، يجي رائع في المذاق. شكرا لكم على مشاركتكم في القناه، على مشاهدتكم للقناه، وعلى التعليق الرائع ديالكم. شكرا لكم بزاف، والى اللقاء في الفيديو الجديد ان شاء الله. شي وجديد، روتين جديد، فلوق جديد ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم.